أمر اليوم قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس بداع المتهم أحمد برقعة المدعو الأخضر رهن الحبس المؤقت بعد سماعه من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس إثر التحقيق الابتدائي المفتوح من قبل الضبطية القضائية التابعة للمصلحة الإقليمية للتحقيق القضائي لمدينة الجزائر. المتهم أودع الحبس المؤقت بتهمتي المساهمة وقت السلم في مشروع الغرض منه إضعاف الروح المعنوية للجيش إضرارا بدفاع الوطن بالإضافة إلى إهانة هيئة نظامية وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها في المواد 146 و75 و144 مكرر من قانون العقوبات. المدعو الأخضر بورقعة هو في الأصل أحمد بورقعة تقمص اسم أخيه الأخضر كان مجندا في صفوف الجيش الفرنسي في منطقة الألب الفرنسية بين سنتي 1954 و1956 ليعود إلى أرض الوطن في عطلة ويلتحق بالثورة التحريرية. أحمد بورقعة معروف بنضاله في صفوف بعض الأحزاب السياسية المعروفة بمواقفها المتذبذبة والمتغيرة خاصة في القضايا المصيرية للوطن، وهو من الأشخاص الذين حققوا بعض المكاسب الشخصية والمادية على حساب القضايا الوطنية الهامة والمصيرية.